وقد انطلقت أعمال منتدى حوار المنامة في دورته 11 بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في الشؤون الدولية السياسية والأمنية. المشاركون في حوار المنامة أكدوا على أن مملكة البحرين نجحت في احتضان هذا الحدث الدولي المميز على مر أكثر من عقد من الزمان بفضل حرصها على المشاركة الفاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية بغية إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط. كانت أبرز النقاط التي أجمع عليها المشاركون اليوم في حوار المنامة هو ضرورة إعادة التفكير بشكل جدي في آلية التعامل مع القضايا الراهنة، خاصة وأنها أضحت تسابق الوقت وأرهقت العالم بتبعاتها. منصة حوار المنامة حاولت عبر مسيرتها الطويلة أن تكون حلقة وصل بين الشرق والغرب وأن تخلق جسورا من التفاهم والتنسيق سياسيا وعسكريا، واستطاعت وهذه النقطة الأبرز أن تتحدث عن قضايا الشرق الأوسط وبمشاركة دولية واسعة دون الحاجة للسفر بأجنداتها ومناقشتها خارج حدوده. أهميتها أنها يتم خلالها تشاور الآراء وتشاور الأفكار، تبادل الآراء وتبادل الأفكار والتنسيق. أهميتها أيضا أن حضور عدد كبير من المسؤولين رفيع المستوى ومن المفكرين البارزين في العالم، فرصة لعقد اجتماعات ثنائية وفرصة للتواصل والتقارب. ونعتقد أنه المؤتمر هذا من أهم المؤتمرات التي تقام في العالم. المهم أن مؤتمر المنامة له أهمية كبيرة، أولا لأنه لا يرتبط بمؤسسات تقليدية، فيه كثير من الشفافية والوضوح، يطرح المشاركون فيه آراءهم بكل وضوح ودون أي التزامات قد تؤثر على مواقعهم السياسية أو الدبلوماسية، وهذا شيء مهم جدا لم تتعود عليه المنطقة من السابق. ونظرا للتغيرات السياسية المتسارعة والتي طالت دول المنطقة، كان لابد من الحوار أن يبدأ بدور الولايات المتحدة من الأمن الإقليمي والرؤى المستقبلية للشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي، إضافة إلى ملفي اليمن وسوريا. موضوعات أثيرت بأمانة وبحرية ونوقشت، وكان في أسئلة في الموضوع وكانت الإجابات بتشرح الموضوع. أنا أرجو أن يؤدي هذا المؤتمر إلى تغيير في التفكير في إدارة الشؤون الخارجية. والله حقيقة اليمن بيحتاج إلى معرفة الذي يقوم بالأعمال، أنهم إرهابي، الحوثيين إرهابي لا يقلوا عن الإرهابي اللي يتكلم يناقش الندوة، لأنه شرد الشعب اليمني وقتل أبنائها، ولذلك يطلب اليمن أن يضم الحوثي إلى قائمة المنظمات الإرهابية. إن شاء الله مستقبل اليمن في خير إن شاء الله، بدعم الأشقاء في دول التعاون الخليجي في دول المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. فأنا اليوم سعيد بأن أسمع آراء مختلف المشاركين في كافة المواضيع التي تهم المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب وطريقة التغلب على الإرهاب. هذه الخبرات أكيد مفيدة لنا، ونحن نتبادل معهم كافة معرفتنا في هذا الموضوع. حوار المنامة في نسختها 11 وضعت بصمة على حل القضايا في المنطقة وفي العالم بشكل فيه نوع من العقلانية، نتحاور على أساس فعلا نشوف المبادرات اللي موجودة للوصول إلى حلول، إن كانت القضايا معنية فيها سوريا، يمن، الدور الأمريكي في منطقتنا. حوار المنامة مهم للغاية في هذا الإطار، لأنه بيفتح الباب ويقيم منابر لنقاش الوضع في العالم العربي. بنسمع آراء، سمعنا النهاردة رأي وكيل الخارجية الأمريكية، هناك كثيرون لم يتفقوا معه، البعض ربما اتفق معه. كلام وزير خارجية المملكة السعودية كان مهم جدا، لأنه جاي من فيينا، فإدانا تقرير عن إيه اللي حصل والآفاق إيه ودرجة التقدم إيه. ملامح اليوم الأول كانت واضحة، فالتوافق حول إيجاد شراكة دولية من أجل ترسيخ الأمن هو أكثر ما يحتاجه العالم اليوم في ظل نزاعات وصراعات أتت على الأخضر واليابس. هو من المبادرات الأهم والأبرز ليس الاستقرار المنطقة فحسب، إنما العالم أجمع. حوار المنامة هو ما يحتاجه العالم بعد تفاقم الأزمات في المنطقة، ليترك المجال للحوار والعمل الدبلوماسي ليقول كلمته. سهر عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.